أهلا بكم من جديد. قتل شخص وأصيب آخرون في تبادل لإطلاق نار بين عناصر تابعين لقوات الأسد وقوات سوريا الديمقراطية وسط مدينة الحسكة، وتشهد المدينة توترا متصاعدا بين الطرفين بعد حصار فرضته قسد على المربع الأمني التابع للنظام بعد سلسلة فاشلة من المفاوضات توسطت فيها روسيا دون التوصل إلى نتيجة. وتقول مصادر خاصة لتلفزيون سوريا إن ما تشهده المنطقة يسير وفق اتفاق سري جرى بين مسؤولين روس وأمريكيين يفضي إلى إخلاء المدن في شرق سوريا، وتركز القوات الروسية وقوات الأسد في مناطق محددة من بينها مطار القامشلي. يوما بعد يوم تبدد حالة الصحو بين قوات قسد والنظام، لتسود أجواء غائمة عاتمة تشتد حينا وتهدأ حينا آخر، فيزداد المشهد ضبابية وتتعقد نقاط الاتفاق والافتراق. وما بين الأمس واليوم صديق أو عدو، سلام أو حرب، صحو أو مطر، وإن شئت فقل من يسند هذا أو من يحرك ذاك. هنا أو هناك وعلى امتداد الخريطة التي تجمع الطرفين اللذين كانا على وفاق شبه تام ذات يوم حين كان عدوهما قريبا، حتى ظن المراقب أن واحدا ساهم في صنع الآخر أو سانده أو هادنه لمصلحة أو منفعة أو ولاء. لم تخطئ التوقعات حول مسار الأمور في الحسكة والقامشلي، فكان لزاما انتهاء حالة التعايش التي استمرت لسنوات بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأسد، والانتقال إلى مرحلة التصفية والتفرد بالمنطقة، إلى أن ولد التوتر ثم شب حصارا حتى بلغ صورة المواجهات اليوم التي أخذت منحا تصاعديا أكثر من المرات السابقة. تختلف الروايات بين طرفي الأزمة في شمال شرقي سوريا، فيقول النظام إن متظاهرين منددين بحصار قسد للمربعات الأمنية في الحسكة والقامشلي تعرضوا لإطلاق نار من قوات الأسايش التابعة لقسد، سقط على إثرها قتيل وجرح آخرون، فيما تقول قسد إن القتيل هو مدني سقط برصاص ما يسمى الدفاع الوطني التابع للنظام. وما بين الروايتين تنعى قبيلة البجارة أحد أبنائها وهو شرطي أصابته رصاصات قسد بحسب ما ذكرت مصادر خاصة. هناك أحاديث أعمق حول وجود النظام في تلك البقعة وتفاهمات بحكم المنتهية تمت بين روسيا وأمريكا ترسم ملامح خريطة السيطرة المتشابكة في تلك البقعة السورية. مصادر خاصة لتلفزيون سوريا أكدت وجود وثيقة سرية تمت بين أطراف روسية وأمريكية تقضي بإنهاء انتشار النظام في المدن شمال شرقي البلاد والانتقال خارجها مع تمركز القوات الروسية وبقايا قوات الأسد في مطار القامشلي مع بعض النقاط الأخرى، وهو ما بدا واضحا مع التطورات التي حصلت في الفترة الماضية وتوجت بالمواجهات اليوم. إلى الآن تلتزم روسيا الصمت مكتفية برسائل ذات نكهة عسكرية عبر أرتال أرسلتها للمنطقة، إضافة لتوسطها في مفاوضات وصفت بالعقيمة بين قسد ونظام الأسد لم تثمر إلا مزيدا من التوتر ورفع سقف المطالب حتى باتت المواجهة هي الحل لتلك العقد. يستند كل من النظام وقسد في ادعاءاتهما الحالية على الجوانب الإنسانية التي خلفها حصار كل منهما للآخر، سواء شرقي الفرات أم شرقي حلب أو في المدينة ذاتها. هذا ما يظهر على الإعلام ويركز عليه، ولكن هناك ما تخفيه السياسة والطموحات في فترة تغيب فيه واشنطن الراعي الأكبر لقسد وللمنطقة، إضافة إلى تشتت القوى الأخرى في المنطقة، لا سيما المكون العربي هناك الذي ينقسم على نفسه بشأن الجهة التي يجب أن تحظى بدعمه، فمنهم المتخوف من النظام وسطوته وظلمه، ومنهم من يرى النظام حالة جيدة في الوقت الراهن لمواجهة تفرد قسد بالسلطة التي عاثت بهوية حياتهم فسادا. حول هذا الموضوع أرحب بضيفي الصحفي من باريس باز بكاري، أهلا بك معنا. وأرحب بتيم الحاج كاتب وصحفي من اسطنبول، أهلا بكم. وأبدأ معك سيد باز، يعني قسد بدأت بتغيير سياساتها تجاه النظام وروسيا من خلال الفترة أو خلال الفترة الماضية، ما المراد من هذا التغيير؟ مساء الخير لك نور ولجميع المشاهدين والسيد الضيف من اسطنبول. بالنسبة للتغييرات التي حصلت في موقف القوات السورية الديمقراطية هي لن تأتي عن فراغ أو لم تأتي فقط من كقرار من قسد، يعني حسب تحليل الوضع أنه كان بدفع أمريكي وبإشارة أمريكية، يعني خاصة
كما جاء في التقرير ان هناك يبدو ان هناك تفاهمات روسيه امريكيه، يعني حتى الان روسيا لم تتدخل الا تدخلا ناعما في التوتر بين الطرفين، يعني حاولت ان تصلح ذات البين كما ممكن الاصطلاح عليه قبل الان في الاشتباكات او التوتر الذي حصل في القامشلي اثناء اعتقال قوات اسد لعناصر من النظام والعكس ايضا. ولكن بعد ذلك لم يكن هناك تهديدات روسيه فعليه، لم يكن هناك ضغط فعلي او مسانده فعليه من الجانب الروسي للنظام حتى يقدم على مواجهه. وحتى الان يعني النظام رغم كل الضغط الذي يتعرض له من قبل قسد من محاصره المناطق التي هو فيها ومن عدم السماح لاليات النظام في المربعات الامنيه بالتحرك او الخروج خارج هذه المناطق، فقط المدنيين هم من يخرجون سيرا على الاقدام ويدخلون الى المنطقه. كل هذا والنظام لم يكن هناك رد فعلي او لم يكن هناك مواجهه فعليه بين الطرفين، النظام يمتص الغضب او يمتص الضغط قصد عليه. فيبدو ان هناك فعلا اشارات فعليه او اتفاقيات فعليه باخراج النظام من هذه المراكز التي هو فيها. طبعا ما عدا مطار القامشلي الدولي اظن انه سيكون خارج البازارات ان حتى يعني على الاقل في هذه المرحله، يعني بحكم ان مساله المطار هي وجود ايراني في المطار، هناك وجود عسكري روسي في المطار، وهو ذو يعني ذات دلاله استراتيجيه وذات دلاله سياديه بالنسبه للنظام، يعني وجوده لا يقبل ان ينهى وجوده كليا في المنطقه. ولكن مسائل المراكز الامنيه كما حصل في باقي المدن مع بدايه الثوره من عموده والدباسيه وراس العين وكذا وكذلك الديريك المالكيه خرج النظام منها ودون مقاومه، اما كان قد حافظ فقط على وجود القامشلي والحسكه. يبدو ان هذا ايضا لم يعد مسموحا به امريكيا حسب السياسات الامريكيه الجديده مع الاداره الامريكيه الجديده التي يعني بدا يتضح او تتضح ملامح السياسه الجديده، ولم يكن هناك امور فعليه حصلت حتى نقول ان التوجه هكذا. ولكن ما يشار اليه من هذه التحركات وتصريحات اخرى من الاداره الامريكيه ان هناك توجه نحو اخراج النظام كليا من المنطقه والبدء بعمليه سياسيه، وليس البدء بعمليه عسكريه، البدء بعمليه سياسيه فعليه انطلاقا من هذه المنطقه. نعم، أذهب إلى ضيفي تيم الحاج. سيد تيم، يعني لو تصارت لنا سلسلة التطورات التي أوصلت النظام وقسد إلى ما شاهدناه اليوم. سيد تيم تسمعني؟ نعم، أنقل ذات السؤال، يبدو أن هنالك مشكلة في الصوت مع السيد تيم الحاج. أنقل ذات السؤال لضيفي باز. سيد باز، يعني سلسلة التطورات الحاصلة والتي شهدناها اليوم والتي أوصلت النظام وقسد إلى ما شهدناه، ما هي؟ هي مسألة يعني هذه المسألة هي ذات علاقة بما كان يحصل قبل الآن، يعني مع بدء التدخل الامريكي في سوريا ومع بدء تدخل قوات التحالف في المنطقه ودعمها لقسد، بدات العلاقه نمط العلاقه بين قوات سوريا الديمقراطيه وسابقا يفك فقط، ومن ثم جاءت قوات سوريا الديمقراطيه بدعم امريكي، العلاقه بدا نمط العلاقه او صفه العلاقه تغيرت، يعني كان تنسيقا اصبح شيئا فشيئا نحو العداوه او الخصومه. نعم. يعني حصل شيء من المنافسه، اليوم وصلت الامور طيب. الى ذروتها. ساعود اليك سيد باز، ويبدو ان الصوت اصبح جاهز مع ضيفي تيم الحاج، اهلا بك مجددا معنا. سيد تيم، يعني لو تستعرض لنا سلسله التطورات الحاصله والتي اوصلت النظام وقسد الى ما شاهدناه اليوم، تفضل. مساء الخير، يعني المشاكل بين قسد والنظام بدات نهايه العام الماضي عندما قام الطرفان باعتقال عناصر من كليهما لتتدخل روسيا لاحقا. جاء هذا على ضوء نوع من الخذلان شعرت به قسد بسبب ما يجري في عين عيسى حينما فرض النظام وحاول فرض شروط يبتز بها قسد من اجل التدخل للحد من العمليه التركيه التي كانت وما زالت تركيا يعني تريد ان تنفيذها هناك. جاء بعد ذلك نوع من الضغط خارج حدود الحسكة بين قسد والنظام عندما حاصرت قوات النظام أحياء في ريف حلب وريف تل رفعت لطرود قسد داخل المدينة بفرض طوق أمني على قوات النظام ومنعها، حتى المحافظ لا يستطيع الخروج من هذه المناطق الأمنية التي تخضع للنظام. إذن هناك حالة من الابتزاز والضغط من قبل الطرفين على بعضهما. طيب، حول التفاهمات السرية الأمريكية والمتعلقة بالمنطقة، ما هي التفاصيل؟
كل المؤشرات تشير إلى أن قسد يعني تتعامل مع الموضوع بنفس عالي، تشعر بنوع من الثقة يبدو من الإدارة الأمريكية الجديدة التي تسلمت زمام الأمور الآن. هناك يعني نوع من الارتياح لتعيين بريت ماك غورك الذي لديه يعني هوًا مع قسد وود قديم. تشعر قسد أنها قد يعني تكون تتسلم زمام المبادرة لاحقًا في الحسكة، تريد إخراج النظام من هناك مستندة على وثيقة كان يعني سربها بعض الناشطين من الحسكة تتحدث عن تفاهم الروسية الأمريكية. نعم. يحد من مساعدة روسيا لقوات النظام في حال حدثت هناك اشتباكات بين قسد والنظام، إضافة إلى يعني إخراج النظام من المواقع الأمنية هناك إلى خارج محافظة الحسكة. يعني تضمنت أيضا الوثيقة أمور أخرى لها في علاقة بشرق الفرات والتواجد الروسي هناك، لكن كانت تركز أيضا على بشكل رئيسي على الحد من الوجود العسكري لنظام الأسد داخل محافظة الحسكة، أي في مدينتي القامشلي. نعم. والحسكة. طيب سيد باز، يعني اليوم قسد أين تستمد قوتها؟ ألا تخشى قسد من رد فعل روسي، أو يعني قد يكون رد فعل مجنون من قبل قوات الأسد على ما يجري؟ لا أظن أن النظام يعني قصد أيضا تعيين وضع النظام الحالي. النظام ليس في وضع أن يفتح جبهة مع قوات سوريا الديمقراطية. يعني أولا مسألة الدعم الأمريكي والوجود الأمريكي في المنطقة، اليوم في حال كان هناك هجوم للنظام على قوات سوريا الديمقراطية اختلف عن الوضع في حال قبل الآن، يعني عندما هاجمت تركيا قوات سوريا الديمقراطية. يعني العلاقة بين أنقرة وواشنطن تختلف عن العلاقة بين دمشق وواشنطن. هذه نقطة الأولى. نقطة ثانية، النظام ليس لديه القوة الكافية حتى يواجه قسد أيضا. يعني قسد عسكريا تطورت، هناك أنواع جديدة من الأسلحة، هناك ما يقارب 100,000 عسكري مدرب من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. فالنظام ليس جيش النظام منهك، يعني ليس قادرا على خوض هكذا معارك. هذه نقطة. النقطة الثانية، يعني كما ذكرت في الجزء الأول من المداخلة، يبدو أن هناك تطمينات أمريكية أيضا لقسد، وهي وقصد اليوم تطبق سياسه امريكيه متفق عليها، وحتى كما ذكر الضيف يعني قد يكون هناك اتفاق روسي امريكي حول انهاء وجود النظام. طبعا المستهدف ليس هو النظام، يعني نظام بشار الاسد الحاكم الحالي وشكلي، المستهدف حسب تحليل الموضوع هو الوجود الايراني في المنطقه. اليوم الوجود الايراني في ريف دير الزور على الضفه الاخرى من نهر الفرات مزعج للولايات المتحده الامريكيه، فكيف بالوجود الايراني في عمق مناطق النفوذ الامريكي في القامشلي، في مطار القامشلي، هناك تواجد في حتى في احياء بعض الاحياء في القامشلي حاره الطي التي يسيطر عليها النظام، وايضا هناك مناطق اخرى في الحسكه مدينه الحسكه. نعم. هناك وجود ميليشيات ايرانيه، فاظن ان المستهدف هو انهاء كلي او تنظيف المنطقه من الوجود الايراني وبالاضافه للنظام. يعني وجود النظام اسفل الشكل، يعني ليس هناك قوة عسكريه كبيره، هي قوات شرطه فقط، يعني ليس هي القوة العسكريه الكبيره التي يستطيع بها ان يقاوم او يجابه بها قسد. نعم. طيب سيد تيم، يعني اليوم اين هو المكون العربي في التطورات الحاصله في الحسكه وايضا القامشلي؟ يعني روسيا حاولت يعني خلال الفترة الماضية استمالة المكون العربي سواء داخل مدينة الحسكة ومدينتي الحسكة والقامشلي وفي الريف، لكنها يعني كان الأمريكيون قد سبقوا روسيا إلى ذلك، وحاولت روسيا خلال عام 2020 في شهر أيار وتموز عقد مقابلات مع شيوخ عشائر لكسب حشد كبير لممارساتها او لتوسعه نفوذها في المنطقه، لكنها تعرضت لرفض شعبي كان بدعم امريكي وفق ما تحدثت مصادر من هناك، خاصه عندما يعني ايضا ليس المكون العربي الذي يرفض روسيا، ايضا المكون الكردي يرفض روسيا. لكن سيد تيم لنكون دقيقين اكثر، يعني ما بين النظام وايضا قسد، اين هو المكون العربي؟ المكون العربي يمتلك النظام مؤيدين من العرب داخل مدينه الحسكه، وايضا هو يحتجزهم، او دعينا نقول انه يحتجزهم بشكل او باخر داخل المربعات الامنيه. هذه المربعات الامنيه تحتوي على احياء قائمه بحد ذاتها، يوجد فيها مؤسسات ووظائف ومدارس، يوجد فيها مكون عربي، لكن لا استطيع معرفه ان كان كل المكون العربي اللي موجود داخل هذه الاحياء مؤيد للنظام ام لا، لكن انا اتحدث بشكل عام. تقصد بان المكون العربي يساند قسد؟ بشكل عام المكون العربي ضائع. نعم. في محافظة الحسكة، أيضا لديه حقوق يعني يطالب بحقوقه التي يقول أن الإدارة الذاتية تحرمه منها، في سواء في الحسكة وفي دير الزور وحتى في الرقة.
المكون العربي يحتاج إلى خدمات كثيرة، إلى روسيا حاولت أن تعطيه هذه الخدمات لكن وعدت دون تنفيذ ذلك. المكون العربي يحاول أن يجد يعني الحصول على قدر من المكاسب في هذه الحالة القائمة هناك. هناك ثلاثة نفوذ في المنطقة، قسد من جهة والنظام من جهة وروسيا من جهة والأمريكان من جهة، هم يحاولون الحصول على مكاسب من هذه القوة. لا نستطيع معرفة أين هو النفوذ العربي. النفوذ العربي يطالب بالقوة التي تأتي إليه أن يحصل على مكاسب على خدمات. نعم، أعود إليك سيد باز، يعني بعجالة، يعني ما مستقبل العلاقات بين قسد وأيضا النظام؟ أظن العلاقة يعني بدأت نمط العلاقة وشكل العلاقة بدأ يتضح، يعني أن هناك طلاق فعلي بين قوات النظام وبين قوات سوريا الديمقراطية، خاصة ما يحصل الآن قد لا يكون بشكل ينتهي بشكل حرب شاملة، ولكن يعني عمليا النظام يخرج شيئا فشيئا من حسابات قسد. قسد اليوم تجد مكانها بين العمل في العملية السياسية وفي مستقبل سوريا الجديدة من دون النظام. النظام يود أن يبتلع المنطقة، يعني أود أن أشير إلى سؤالك أيضا مسألة المكون العربي في المنطقة. النظام يطرح على المكون العربي في المنطقة وليس فقط حسكة في دير الزور والطبقة أيضا أن يكون جزء من النظام وأن يمننهم بأن يعطوهم بعض الميزات وبعض شروط العشاء، بينما في المشروع الأمريكي ومشروع قسد يجدون نفسهم شركاء، وإن كان هناك مطالبات بأن يكون هناك الوضع أفضل، وهذا هذه مطالب الكل والعرب من الإدارة الذاتية، يعني يكون هناك شراكة فعلية، ولكن أن تكون شريكا في الحكم شيء، وأن تكون تحت عباءة نظام شمولي فاشي دكتاتوري يتمنن عليك بحقك هذا شيء آخر. فأظن أن المنطقة أيضا ترفض النظام، النظام شيئا فشيئا يخرج من المنطقة، ليس هناك قواعد شعبية كبيرة أيضا تساند لا بين العرب ولا بين الكرد ولا بين الأشوريين. المنطقة وهي الحاجة الفعلية، المنطقة تحتاج إلى شراكة فعالية بين مكوناتها، سواء تحت شيء اسمه قسد والإدارة الذاتية أو أي شيء آخر شكل آخر بحكم أهل المنطقة لمنطقتهم الغنية بكل شيء، هي السلة الغذائية لسوريا، النفط في هذه المنطقة، كل شيء في هذه المنطقة، وهي أفضل منطقة في الجغرافيا السورية. فأهل المنطقة أيضا يرفضون النظام ويرفضون روسيا وعموما. نعم، أشكرك باز بكاري صحفي كنت معنا من باريس، وأيضا الشكر موصول لتيم الحاج كاتب وصحفي كنت معنا من اسطنبول، والشكر موصول لكم مشاهدين على طيب المتابعة. ختام سوريا اليوم، تفاصيل أو فتجدونها على موقع تلفزيون سوريا. إلى اللقاء.